مشاهدينا الاعزاء الحلوين الطعمين، صباح الفل عليكم واهلا بيكم معانا في رحله جديده من رحله سعيده. اتمنى تنضموا الينا دلوقتي وتبقوا مبسوطين من الالعاب اللي احنا هنلعبها مع الاسرتين اللي منورينا النهارده. عندنا النهارده اسرتين، طفل في كل اسره وجايب معاه حد من صحابه. هنعرف دلوقتي حالا ليه لما نتعرف عليهم. نبتدي على طول باول اسره ونقول صباح الخير. صباح الخير. انت لسه ما صحيتيش؟ نصحى كده ونفوق. قولي لي اسمك ايه وعندك كام سنه؟ اسمي زينة. ماشي، وعندك كم سنة؟ 6. لوحدك كده 6؟ ماشي. انت عندك اخواتي زينة؟ عنده قد ايه؟ عنده 11. 11 ايه؟ شهر. 11 شهر، عشان كده معرفش يجي يلعب معانا النهارده. طب انت جبتي مين معاكي النهارده؟ اللي هو مين؟ محمد. محمد يقرب لك ايه؟ ابن عمي. ابن عمك وبتلعبوا مع بعض دايما؟ ماشي اوكي. ازيك يا ابن العم؟ عامل ايه محمد؟ كويس الحمد لله. انت عندك كام سنه وفي سنه كام؟ عندي 10 سنين. اوكي، سنه كام؟ سنه 6. سنه 6؟ ماشي. مبسوط انت جاي تلعب معانا النهارده؟ حظك حلو بقى ان انت ابن عمك صغنن، فانت جاي تلعب بقى بداله، صح؟ هنلعب بقى باسم العيله. ها ماشي، حماس بقى، نصحى من النوم. ها احنا نايمين. ايوه يا زينه ماما. رحب. رحب، ازاي؟ ازيك عامله ايه؟ بتشتغلي؟ لا، ربه منزل. ربه منزل، اهلا وسهلا بيكي. تسلمي. و اسلام. اسلام. اسلام محمد. ازيك اسلام؟ بتشتغلي ايه؟ انا اخصائي شبكات في شركه سنتر. يا حبيبي. عملاء برضو كده. لا، ربنا معاك. من تحت الغطا يعني، احنا مش باينين في الصوره. مش باينين. مش متصدرين للمشكاوى وكده. طب الحمد لله. انتوا من القاهره؟ اصلكم من القاهره. اجدعني. نخش على الاسره الثانيه، الاستاذه جينيسيس، اسمها كده. ازيك يا جينيسيس؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويس. احكي لنا بقى، عندك كام سنه؟ عندي 8 سنين. وفي سنه كام؟ برايمري 1. ماشي. انت عندك اخوات؟ عندي اخت صغيره عندها سنه. سنه، عشان كده برضو مش هتعرف تيجي تلعب معانا هنا. ايوه. جبتي مين معاكي بقى؟ اليورا. اليورا؟ اليورا تقرب لك ايه، او صاحبتك ولا ايه؟ صاحبتي. صاحبتك البيست فريند شكلها. ازيك يا اليورا؟ الحمد لله. انت صاحبتها بقالك قد ايه؟ من واحنا صغيرين. قوي يعني؟ ما انتوا لسه صغيرين. كم سنه يعني؟ ايه؟ مش عارفين تعدوا؟ سنتين مثلا. سنتين؟ انا قلت انت ياه، ما فعلا كنتوا لسه صغيرين. يعني طبيعي يعني، تلاقيهم من نص عمركم مثلا. انت عندك كم سنه قلتي؟ 10 سنين. 10 سنين، انت اكبر. صح؟ طب نايس، اوكي. وعارفين تتفاهموا مع بعض عادي؟ ايوه. مفيش مشاكل يعني، مفيش حد حاسس ان هو اكبر من التاني واصغر من التاني وكده. حاجه حلوه جدا جدا. طيب ماما سيلفيا. سيلفيا مامت جينيسيس. جينيسيس. والنهارده برضو ايه؟ تبي زي مامت اليورا. ايوه. قولي لي بتشتغلي؟ مدرسه انجلش. اوكي، مدرسه بقى وعندك ديسيبلين وتي. ماشي، هنشوف بقى الديسيبلين النهارده اخباره ايه. ونروح للاستاذ امير. امير عادي الحمد لله. عربي. عادي جدا. اوكي. عندي مصنع ملابس. نايس. رجالي ولا حريم؟ حريم. لا، اللي بنتكلم بقى بعد اوكي. عبايات اصلا؟ اوكي. نايس. طيب انتوا منين؟ من القاهره برضه؟ اصلكم من القاهره. حلو قوي قوي قوي. في بقى وسائل مساعده احب اقولها لكم حضراتكم. عندنا فقره بسالكم فيها اسئله. وسائل المساعده هي ان انتوا تبقوا عندكم استدعاء ولي امر عشان يساعدكم، مش عشان يعمل حاجه ثانيه. دي بتبقى حلوه دي. ايوه. او تغنوا بقى، واحنا بقى نشوف بقى الموضوع يبقى عامل ازاي وربنا يستر. يعني انا مش بحب الفن قوي. يا ان شاء الله ربنا ما يحطكيش في موقف تبقي بتستخدمي فيه وسيله مساعده. يلا نعرف بقى ايه احنا عارفين بعض قد ايه. وانا عارفه ان انتوا ايه، مش يعني مش اسره عايشه في البيت، فهنسال شويه اسئله ايه ليها علاقه بالصحاب وعلاقتكم ببعض. اوكي، قولي لي بقى يا زينه، مين اكتر شخصيه كرتون محمد بيحب يتفرج عليه؟ ايه؟ بيحب سبونج بوب. تحب سبونج بوب؟ ايه ده، برافو. ماشي اوكي. قولي لي بقى ايه اكتر حاجه بتضايق جينيسيس؟ انا مثلا اسيبها وامشي. انت بتسيبك وتمشي؟ طب بتتضايقي ليه؟ عشان انا مش مصاحبه حد غيرها.
لا بس يعني هي ممكن تروح وترجع تاني عادي وانت تصاحبي ناس تانية برضو لازم. لا اللي هو لما تكون راح تعمل حاجة مع مامتها وتيجي ده عادي بس اللي هو ايه تروح تلم مع حد تاني انا بتضايق من الموضوع ده. بتغيري من الموضوع ده. لا مش بغير بتضايق. بتضايق. مش مصاحبة حد غيرها. اوكي. يا روحي ربنا يخليكوا لبعض بس لازم تتعرفي على ناس برضو تانية ويبقى عندك ناس صحاب اكتر كمان عشان ما حدش يتضايق لما حد يروح لحد عادي. ماشي اوكي. طيب ماما قولي لي ايه اكتر حاجه زينه بتحب تاكلها؟ ملوخيه. ملوخيه يا زينه. وانا كمان يا زنزوني. ماشي. ايه اكتر حاجه جينيسيس بتتفرج عليها في التلفزيون؟ اكتر حاجه جينيسيس بتتفرج عليها في الكرتون الكرتون نفسه في التلفزيون. الكرتون. بتحب تتفرج على هو كرتون. انا مش بتفرج اللي هو على الكرتونات قوي قوي اصلا يا بابا. اصلا واضح ان التعارف هنا قوي جدا جدا. طيب بابا مفيش بابا. طب بابا اسلام قول لي ايه اكتر حاجه او اكتر يعني كرتون زينه بتحب تتفرج عليه؟ هو كرتون اسمه بيج هيرو. هي معلق معاها شخصيه اسمها باي ماكس. لا ده احنا متابعين بقى. لا ده بابي نديله سقفه ده. برافو. طيب قولي لي جينيسيس مين اكتر حد ماما بتكلمه في التليفون؟ تيتا. اوكي. مين اكتر حد محمد مين اكتر حد عمك بيحبه في عيلتكم؟ تيتا. تيتا ماشي. ماشي مش هقدر اقول حاجه طبعا. طيب قولي لي اكتر حاجه اليورا وجينيسيس بيتخانقوا عليها. بيتخانقوا عليها؟ جيسي. جيسي صاحبتهم بيتخانقوا عليها. يعني بيتخانقوا مين يبقى صاحب جيسي اكتر؟ مين يقعد مع مين اكتر؟ يوه احنا نقعد بقى نقعد بقى نتخانق الخناقات دي بقى محتاجين نتكلم في الموضوع ده. جينيسيس ماشي اوكي. واضح ان الاسره دي متعرفه على بعضها كويس جدا 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 مش هنتكلم اكتر من كده في الموضوع ده. واضح ان الاسره دي برده متماسكه ولا بجد عارفه بعضها. عندنا فقره اسئله. فقره الاسئله دي متقسمه انا مين او انا ايه للاب والام والاسره كلها يعني صح وغلط وبين الاقواس دي للاطفال بس عايزه افكركم انتوا عندكم وسائل مساعده. جاهزين؟ جاهزين. ايوه كده ماشي يلا بينا. انا مين؟ انا صاحب الهرم الاكبر. مين يا محمد؟ الاسره كلها ممكن تجاوب. ممكن خوفو. برافو يا محمد. ماشي الأسرة اللي هنا. أنا صاحب الهرم الأصغر. منقرع. منقرع يا أمير. ماشي أوكي. أنا القناة التي تعد شريان التجارة العالمي والتي تربط بين البحر المتوسط والأحمر. برافو يا سلام. إسلام شاطر وإنتوا ما ذاكرتوش. يلا. أنا بحيرة مصرية تعتبر من أكبر البحيرات الصناعية في العالم. نصر. برافو برافو يا ميس. ايوه يا ميس. انا فنان مصري يطلق عليه لقب الزعيم. عادل امام. برافو يا سلام يا محمد شاطر. انا فنان مصري يطلق عليه لقب الساحر. محمود عبد العزيز. ايوه عبد العزيز. برافو. ماشي اوكي. طيب سخنا شويه نبتدي المهمه الاولى بتاعتنا النهارده. شايفين البيسين الحلو ده؟ في كوره كبيره زرقاء غير الكور الكتير قوي الملونه دي. اللي هتجيبها فيكوا اسرع هي اللي هتبقى كسبت المهمه الاولى. طيب اوكي جاهزين فاهمين واحنا جاهزين نشجع. جاهزين. طب يلا وان او ريدي بقى. يلا ريدي. ايه انا قلت ريدي بس انا قلت ريدي. تعالي انا ما قلتش حاجه ثانيه وانا عارفه. تعالي عايز يجيب الكوره. هنجيب الكوره يلا بسرعه. انت قلعتي النضاره ليه؟ البسيها عشان تخشي تغوصي تحت. يلا ريدي ستادي جو. نطوا. يلا يا سلام. جينيسيس. بيشجعوا كله. بصي 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 كويس يا زنزونه. بصي ماشي. زينة لقت الكورة بسرعة جدا 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 ومن غير نظارة. النظارة كانت مضايقاها. واضح ان هي من غير نظارة شافتها اسرع. حاجة غريبة جدا عكس كل الاطفال. برافو برافو. يلا اللي بعده بقى ما فيهوش مساعدة من بابا وماما فنركز بقى كده. هنخش على صح وغلط. اوكي محمد النني لاعب مصري محترف في الارسنال صح ولا غلط؟ صح طبعا.
رياض محرز لاعب جزائري يلعب في ليفربول، صح ولا غلط؟ انتوا بنات يا حرام، يلا حظكم. صح ولا غلط؟ في وسيله مساعده. ها بابا شايفاك، شايفاك على فكره، والكاميرات كلها شايفاك، يعني البيوت المصريه شايفاك. ايه يا ماما؟ ها عايزه وسيله مساعده ولا تقولي صح وغلط بالصدفه؟ غلط. ماشي يا هاديه، عرفت بقى، عرفت انت جيتي ليه النهارده. ماشي اوكي. طيب، الخامات من الزجاج لا يمكن اعاده تدويرها واستخدامها مره اخرى، صح ولا غلط؟ غلط. غلط، برافو. بنعمل طبعا ريسايكلينج للازاز، برافو جدا. طب هنا ركزوا، اعاده التدوير هو التخلص من الاشياء التي لم نعد نستخدمها، تخلص منها خالص، صح ولا غلط؟ غلط. طبعا غلط. ماشي، من المعالم السياحية في الإسكندرية قلعة صلاح الدين، صح ولا غلط؟ بابا شايفاك، برافو يا محمد، انت مذاكر ها؟ بتذاكر انت دراسات، برافو. ماشي، هنا بقى، من المعالم السياحية في أسوان معبد فيلة، صح ولا غلط؟ غلط. طب امير، امير راحته ها؟ راحته. طب بس اهدى اهدى، رحتيه فاكره؟ ما رحتيه؟ رحتيه فين؟ كان فين معبد فيلة؟ ما اعرفش. يا نهار، ما تعرفيش ايه؟ بابا اسوان. بابا فاكره لما رحتوا اسوان؟ ايوه. طب كان في هناك معبد فيلة؟ فالاجابه صحيحه ان شاء الله. ماشي، خش على اللي بعده ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا نتحرك؟ عايزين نتحرك ولا نخش على اللي بعده؟ نتحرك عشان انتوا نايمين. رحلة سعيدة. كل واحدة وكل واحد امسكوا الاطواق. المفروض ان الاطواق دي احنا المفروض ننشن على الاطواق اللي قدامكم. هنعد مين هيدخل اطواق ونشوف مين اكتر واحد فيكم دخل اطواق. اوكي؟ انتوا دلوقتي عايزاكم تركزوا ان انتوا بتلعبوا باسم عائلات جابتكم تلعبوا معاها. فخليكم مركزين كده عشان ترفعوا راسه. ماشي؟ ماشي يا محمد؟ ماشي. ماشي يا ليورا؟ يلا. جاهزين تشجعوا؟ شجعوا بقى يلا جامد. ريدي ستادي جو. ولا أي حاجة خالص. يلا يلا. ولا الله محمد. واحد يا محمد، برافو. جامد يا ليورا. جامد. أيوة يا محمد. واحدة عند محمد. ركزي. واو. يلا. واو. إيه؟ يلا يا لولو بتقولك. ركزي ركزي يا ركزي، بتقولك هتيجي. احنا قربنا نخلص بس دخلنا واحده. انت ضامن؟ انت يلا انت ضامن. ولا واحده محمد 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 محمد، برافو. ماشي كده، يبقى الفريق الاصفر هو اللي عرف يبقى مظبط المهمه الثانيه والاولى، برافو. ماشي، نخش على الاختيارات. نركز يا بنات بقى، نركز كده. ماشي، اختيارات دي برضو ماما وبابا ممكن يساعدوكوا لو عايزين في وسيله مساعده، اوكي؟ بس انتوا اللي هتجاوبوا. نجح الاطباء في علاج المرضى. الاطباء، كلمه الاطباء، جمع مذكر سالم ولا جمع تكسير ولا جمع مؤنث سالم؟ جمع تكسير. ايه ده؟ برافو، جمع تكسير، شاطر. ماشي، سؤال هنا. المصريون القدماء بنوا الاهرامات. المصريون، جمع تكسير ولا جمع مؤنث سالم ولا جمع مذكر سالم؟ جمع مذكر سالم. برافو، ايه الشطاره دي؟ ماشي، تستخدم الحيتان الحدباء الغناء من اجل التكاثر والتغذيه، التدفئه، التخفي من الاعداء. ها؟ عندنا وسيله مساعده وعندنا اغنيه وعندنا ان احنا نرمي بقى وزي ما تيجي تيجي. ها؟ اقول تاني؟ ايه؟ تخاف من الاعداء؟ لا للاسف. لا للاسف. It makes sense طبعا، بس لا، هو للتكاثر والتغذيه. ماشي، حلو. يمتلك حيوان ثعلب الفينك الذي يعيش في بيئه حاره على اذن صغيره ولا حاده ولا طويله عشان تساعدها على التخلص من حراره جسمها الزائد. ودانها صغيره، حاده، طويله. طويلة. طويلة، برافو. ماشي، اللي بعده. ما هو الشيء من بين هؤلاء الذي يسمع ويتكلم بلا أذن ولا لسان؟ التلفزيون ولا الساعة ولا التليفون؟ يسمع ويتكلم من غير ولا ودن ولا لسان. تليفون. تليفون، انت جاي على السهل وتبقى متلخبط، برافو.
ايه هو الشيء الذي يمتلك من بين هؤلاء اسنان ولكنه لا ياكل او يعض؟ المشط، الكلب، الارنب. المشط. المشط، برافو. برافو جدا جدا جدا. واضح ان الكتاكيت الحلوين اللي معانا النهارده مصحصحين ومشاطرين ومذاكرين المنهج ومعانا كده ايه دماغهم صاحيه. نشوف بقى هل جسمهم صاحي زي دماغهم ولا لا. ونخش على الالعاب اللي عندنا النهارده. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. جينا بقى لعبة التوازن اللي عادة ما حدش بيتوازن فيها قوي، يعني هنشوف مين من الأسرتين اللي هيكمل. وطبعا كل ما السن بيكبر كل ما التحدي بيصعب. أنا ناوي أصعبهم عليها النهاردة عليهم. أنتوا جاهزين؟ جاهزين. طب يلا على طول، يلا اللي جاهز يجي. حضرتك هتمسكي الطبق ده وتحاولي تعدي بيه لغاية هناك وترجعي بيه تاني، خلاص من غير ما توقعي ولا الكور تقع. وكل ما كوره بتقع كل ما ايه. لا استني انا همسكه لك. ايوه قلابي الصغنن ده. ماشي جاهزين تشجعوا زنزون؟ انا هختص بقى ايه عشان احب ارمي كور عليكم قوي. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. يلا يا زنزونه ريدي ستدي جو. اول كوره وقعت اصلا. كملي يا زنزونه. اول كوره وقعت عند زينه. زينه وقعت كوره واقعه. زينه نفسها هتقع ولا ايه؟ زينه هتقع ولا ايه؟ زنزون حاولي تمشي كده ستريت لاين. حاولي تمشي بخط مستقيم. ايوه وشك كده. وشك كده يا زنزونه ما ت... يعني ما تنصحيش عليا. زينه امشي كده كده كده. ايوه كده ماشي. انا مش عارفه ارمي عليها كور يعني مش. برافو يا زنزون. ماشي يا زنزون. ايه هنعمل ايه؟ كام كوره كده؟ ثلاث كور وقعوا. ثلاث كور وقعوا من زنزونه. ثلاث كور وقعوا من زنزونه. عدت. عدت. هتقع دلوقتي لسه يا زينه. وانا ما قلتلكيش انك هترجعي تاني. زينه هترجعي تاني. يلا تعالي انا بس اخد الكور اللي وقعت منك دي. انت عم توقعي كور. يلا مسكي الطبق. يلا يا زنزوني. يلا ها خير ان شاء الله. امسكي الطبق كويس عشان الكور ما تقعش منك. في ثلاث كور وقعت من زينه. ثلاث كور وقعوا من زينه. يلا امسكي الطبق كويس. امسكي كويس. بدي بدي ايه ها هيا زنزوني. انا واقفه وراكي اهو. برافو. مين بيسقف لي؟ ماما بتسقف لك. يلا يا زنزوني والنبي صغنن وجميل. يلا يا زنزوني هتوصل. هتوصل 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 هتوصل. حسب يا الله. الله ده بالله ده بالله. زينه وصلت الحمد لله. هاتي يا زينه حطي الطبق مكانه حبيبتي هنا. شكرا 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 شكرا. يلا كده زينه وقعت ثلاث كور. هنشوف محمد هيوقع كام كوره وانا بحدف عليه الكور عشان محمد كبير. محمد كبير بس واضح ان هو مركز جدا 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 جدا. الله يا محمد. الله على الثبات الانفعالي. برافو يا محمد. ايه السرعه والثبات الانفعالي دي؟ ايه ده ايه ده ايه الحلاوه؟ الله 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 الله. برافو يا محمد. مفيش مركز مركز. مش ممكن مش ممكن يا جماعه على اللذاذه. برافو يا محمد. برافو يا محمد. بابا بقى حضرتك هتمشي كده وترجع بظهرك. ارجع بظهري؟ اه والله. ده اختبار رخصه. شفت بقى؟ يلا اختبار رخصه. يلا يلا يا استاذ اسلام. هنقع. بابا هيقع ولا ايه؟ انا هبعد بس عشان لو وقعت والنبي. الله 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 ده ابتدى على طول. ده ابتدى على طول. وايه وايه ايه الثقه دي؟ ايه الثقه دي؟ هنرجع بظهرنا بقى زي ما احنا. مارش دير. يلا اه والله العظيم. لا مفيش. يلا ما كل ما بنكبر بجد. الموضوع بيصعب. ما صعوبات الحياه بقى يا استاذ اسلام انت عارف. والواحد لما الواحد لما بيكبر الموضوع بيبقى ايه؟ يبقى صعب جدا طبعا. والتوازن بقى بيزداد صعوبه انت فاهم. مع المسؤوليات وان الواحد يفضل كده ايه عنده ثبات انفعالي. لا ده مش ممكن يعني. ده طب ما بنشجعش بابا ليه؟ ده بابا ده بابا يعني عامل مجهود. وطبعا حضرتك عصبي وفاهم ان احنا لازم نتحكم في اعصابنا لمؤاخذه. و
وقع كوره وقع كوره ماشي اوكي بس برافو والله لا برافو لا والله برافو برافو معلش كوره عادي كده اربع كور وقعوا من عند الفريق الاصفر يلا يا ماما يلا يا ماما يلا حبيبتي لا هترجع بقى يلا برضه نفس الموضوع هتروحي وترجعي بضهرك معلش احنا كبرنا بقى وانت عارفه برضو ايه صعب مش هكلمك عن مسؤوليات في الحاله انت فاهمه انت فاهمه ايه ده يا ماما ده ماما ارجعي يا ماما ارجعي يا ماما ارجعي ماما حبيبتي يا ماما انت كويسه جينيسيس جاهزه يلا هتاخدي كوره وتعدي وترجعي ايه ده انت كويسه اداء غير مشرف بالمره مش ممكن بس معلش واحد بيشيل التاني عادي ما هي دي الاسره احنا بنشيل بعض طبعا بابا شال ماما عادي يلا جينيسيس حيث التركيز من اول الحلقه انا دي ادبه انا كل ما اقول حاجه تعملي كده يا جينيسيس لا يا جينيسيس لا يا جينيسيس لا يا جينيسيس بالراحه يا جينيسيس في كره هتقع منك ولا ايه ولا ايه الله لا 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 حسبي الله لا 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 ها غلابي برافو والله برافو انت ما بتشجعهاش ليه البوكو بيقع معاها صح اه طب نشجعها بقى عشان هتقع اهي مش هتقع وقعت كره واحده بس برافو جينيسيس الحمد لله يا لولو يلا يلا يا لولي يلا يا لولي بتقول لك بالراحه يا لولي تقولي شكلها هاديه كميه بس متوتره ولا ايه لا يا لولي لا مش عايزه توتر انا شكلها هاديه بس متوتره يا جماعه انت مش واثقه الطبق كويس عارفه كده حاسبي الكوره تقع منك الكوره هتقع منك الكوره مش هتقع ولا اي حاجه ولا كاني بتكلم يا جماعه مش ممكن على الثبات اللي برافو يا لولو مش ممكن يلا اللي بعد يا الله 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 يلا يا لولو يلا يا لولو دي من عندي عادي جدا كملي مش هحسبها لك لا انا اللي وقعتها بقى انا اللي وقعتها خالص مش هحسبها لك والله يلا كملي يلا انا عم تضحك الله لا لا ما كانش قصدي وقعك انتي وقعتي بقى ده موضوعي يلا اللي بعده بص بقى يا استاذ امير حضرتك هتعدي بوشك وبظهرك ومفروض تلقط العكس بقى تلقط اكبر عدد كور ممكن هعتفها على حضرتك اوكي بس كميه التوتر جاهزين نشجع ولا ايه يلا يا بابا يلا يلا يا امير ادي ايه ده ايه ده ايه ده واحد الله 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 مفيش ولا اي حاجه واحد اهي لا ما احنا بنمسكها بقى اتنين الله 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 قرم يا اللي معاك يلا 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 ايه بضهرك بقى بضهرك ونلقط ما انت ما مسكتش غير كوره يا استاذ امير كده غلط كده غلط كده غلط نمسك اي كوره انت ايه ده ده ايه ده ده ايه الحمد لله لا انا من خلاص لا 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 خلاص خلاص اتفضل في ماما بتعوض بابا هنا بابا عوض ماما ماما هتقع جوه لا ماما مش هتقع جوه ايه ده ليه ده انت شاطره اهو بصي يا ماما بصي يا ماما هنروح ونرجع بضهرنا بس هناخد كور ناخد يعني انا بس اروح ورا يلا 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 ادي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده امال ايه تبان من بعيد لا لا بصي 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 الله لا لا ماشي ما جاتش الله لا لا طب والنبي لا يلا يلا بصي دي بص ايه انا ما جيتش جنبك بصي اهي ايوه واحده اهي ابيتي ده بقى اتنين بصي بصي والله ما جيت جنبها والله ما جيت جنبها طب تعالوا بقى نقومها انا بقى ونروح نلعب دي ار وهنرجع لكم تاني تعالوا محمد بقى مركز من اول الرحله وجاي كده ايه يكسب كل اللعب هنشوف بقى يلعب ويكسب في الفي ار
ولا هيعمل ايه؟ جاهز يا محمد؟ جاهز. ولعبت في ار قبل كده؟ شويه بس شوية. ما بلعبوش كتير. ماشي، بس عارف اللعبه اللي انت تلعبها دي تكسب فيها ازاي؟ عارف. يلا جاهزين نشجع محمد؟ يلا يا محمد ريدي ستيديان جو بلاي ويلا بينا نشوف. ايوه يا محمد ايه؟ تخبطهم كلهم بالظبط، كل الظهر تخبطه، ولو جالك بوس بالظبط، لو جالك بلوك ما يخبطش فيك. انا ما اعرفش انا ليه بقعد اتحرك معاكم بس بتوتر عادي. بابا بيقول لك عمو اكسي صح؟ عمو اللي بقى عم والد برضه. ايه الشطاره دي؟ ايوه اسمع الكلام، برافو فعلا، ده شكله هيكسب يا جماعه ويعملها، شكله كده هيعملها ويكسب، شكله لا 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 لا. ماشي يا ولد يا ولد، يلا بقى فينش، طلع الفارس اللي جواك، ويمين وشمال وشمال ويمين، يا سلام. ايه الهدوء والركوز ده؟ ارجع ورا يا محمد، ارجع ورا يا محمد، بس كفايه. ايوه ايوه كده، والله شكله هيكسب يا جماعه، والله بجد شكله بيعملها وبيكسب. بيكسب ولا ايه؟ تفتكروا هيكسب؟ هيجيبها؟ شكله كده. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ بس جريت جوب والله. يلا الينو، يلا جينيسيس. جينيسيس هتكسبي ولا ايه؟ ممكن. يلا، لا مفيش بقى، مش شاطره، مفيش بقى، هنجرب اهو ونبقى مصحصحين بقى. يلا صحصحه كده، برافو شاطر. جينيسيس دول ما ينفعش يخبطوا فيك. ايوه ما ينفعش يخبطوا فيك، برافو، انزلي تحت وطلعي فوق وكده، برافو. ايوه شطاره، حلاوه، طعامه، تركيز، اصرار، متعه واثاره. مفيش اي تشجيع من عند اسرتك. جيني ايه بس؟ انتوا ايه ده؟ ايه ده يا جماعه ده؟ يلا ركزي، يلا يا جوجو ركزي، مركزه اكشن، برافو جينيسيس. شاطره يا جوجو، شاطره. انت بتلعبيهاش كتير ولا لا 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 لا، هتخبط. انت مش شايفاها ولا شايفاها؟ انا. يلا حصل خير عامه. طب تعالي اقفي هنا جنبي كده. دلوقتي بقى معاد ان احنا نروح نسمع حدوته، فتعالوا نروح نسمع الحدوته ونرجع نكمل لعبنا تاني. كانت حلوه؟ اهلا باصحاب رحلتنا السعيده، واهلا باصحابي اللي معايا النهارده، وحكايه جديده من حكايات ماما سميحه. حكايتنا النهارده يا اصحابي نصها في البحر ونصها في السماء. ازاي حكايه يبقى نصها في البحر ونصها في السماء؟ لما نعرف اسمها هنستغرب. حكايتنا اسمها لؤلؤه في السماء. احنا عارفين اللؤلؤ موجود فين؟ في البحر، وهي القصه اسمها لؤلؤه في السماء. ايه حكايه لؤلؤه في السماء؟ حكايه بنت اسمها سماء. سماء بنت شاطرة لطيفة مؤدبة، شاطرة جدا في المدرسة، لكن للأسف كان في أربع بنات دايما دايما زعلانين إن هي أشطر منهم وإن هي مؤدبة عنهم وإن هي بتجيب درجات كويسة ودايما المدرسة بتكرمها، يعني نشيطة جدا سما. الأربع بنات دول كانوا دايما دايما بيحاولوا يضايقوها وبيتنمروا عليها. إزاي بقى؟ كانوا بيعملوا إيه؟ تقعد سما في الفصل، بنت منهم تقعد وراها وهي منتبهة للمدرسة، تكتب وراها، تروح البنت دي شدة شعرها وفكة الضفيرة بتاعتها. المدرسة تبص تلاقي سما شعرها منكوش، تعمل إيه بقى المدرسة؟ تعمل إيه؟ تزعق لسما وتعاقبها. سما ما تقدرش تقول مين اللي عمل كده، هي عارفة مين اللي عمل كده، بس تخاف إنها تقول لحسن البنات دول يضحكوا عليها أو يقولوا إنها جبانة أو يعملوا أي تصرف زيادة يضايقها. كانت بتبقى دايماً متضايقة، ما بتحكيش لحد خالص اللي بيحصل لها، وده طبعا غلط. لو تعرضنا لا قدر الله لاي نوع من انواع التنمر ما نسكتش، لازم نقول ولازم
نحذر اللي بينمرنا إنه لو عمل نفس التصرف ده تاني إحنا مش هنسكت. كرر التصرف ده لازم نقول، نقول أقرب الناس لينا، نقول لماما، لبابا، لو كان ده في المدرسة لازم نقول للمدرسين، لو كان في النادي، في أي مكان ما نسكتش، لأن سكوتنا ده بيخلي اللي بيتنمر علينا يعمل إيه؟ تاني. يعمل تاني وتالت ورابع، صح كده؟ صح. سما بقى كانت للأسف ما بتقولش، تفضل ساكتة. يوم ورا بتخاف منهم، يوم ورا يوم بدأوا يعملوا حاجات أكتر. مرة سما وهي راجعة من المدرسة لقيت الشنطة تقيلة قوي. إيه في إيه في الشنطة؟ مالها تقيلة كده؟ تصوروا سما راحت البيت فتحت الشنطة طلعت الكتب والكراريس تلاقي في وسطها إيه؟ بصوا طوبة، حط لها طوب في شنطة المدرسة عشان تبقى ماشية وهي ظهرها وجعها وتعبانة. شفتوا الأذية توصل لإيه؟ هل سما بقى راحت قالت لهم حاجة؟ أبداً. اشتكت للمدرسين؟ لا. ولا حتى لباباها ومامتها؟ ده تصرف صح؟ لا. إن حتى باباها ومامتها ما بتقول لهمش أي تصرف بيضايقها من البنات دي، تسكت وتقفل اوضتها وتعيط. ده هو حل المشكله؟ لا. ان احنا نسكت ونقفل الاوضه علينا ونعيط؟ لا. وماما تقول تعالي اتغدي نقول لا ملناش نفس؟ لا. تعالي تعشي لا ملناش نفس؟ لا. هو احنا لما ما ناكلش المشكله هتتحل؟ لا. مين بقى فيكم لما بيزعل يقول مش هاكل ويغضب على الاكل؟ انا قله الاكل او انك تحصل معايا برضه. لا تحصل معايا. لا حبيبتي لما تبقي زعلانه من حاجه قولي. اتفقنا؟ اتفقنا. شوف بقى سما عملت ايه. مره تانيه رجع من المدرسه لقيت كل الناس اللي في الشارع عاملين له ايه؟ سماء اللي بتعيط صيف شتاء. ايه سماء اللي بتعيط صيف شتاء؟ واحده صاحبتها ساكنه معاها في العماره جريت عليها وقالت لها استني استني يا سماء. راحت شايله ورقه من على شنطه سماء، شنطه المدرسه سماء لبستها. واحدة منهم من غير ما سماء تاخد بالها راحت لازقلها الورقة على شنطة المدرسة اللي فيها كلمة إيه؟ سماء اللي بتمطر صيف شتاء. شفتوا بقى وصلت الأذية لإيه؟ صاحبتها دي قالت لها إيه؟ قالت لها ما تسكتيش على اللي عمل كده، ولازم بكرة تروحي المدرسة وتكلميهم وتقولي لهم إن أنتي لو عملوا أي تصرف تاني أنتي مش هتسكتي. خدت شوية كده شجاعة سماء كده من كلام جارتها وقالت أنا فعلاً لازم أعمل كده. تاني يوم راحت المدرسة لقيت الأربع بنات واقفين، قربت عليهم لقيتهم بيضحكوا، قالت لهم لو عملتوا أي تصرف تاني يضايقني أنا مش هسكت. جدتي كانت دايماً تقول لي البادي أظلم. يعني إيه البادي أظلم؟ يعني اللي بيبدأ بالغلط يبقى هو الظالم. الأربعة قالوا لها إحنا أسفين ونوعدك مش هنكرر الغلط ده تاني، وبكرة هنثبت لك إن إحنا اتغيرنا وهنجيب لك هدية بسيطة يا رب تقبليها مننا. تفتكروا هما بيتكلموا جد ولا بيضحكوا عليها؟ بيضحكوا عليها. يعني تصدقهم ولا ما تصدقهمش؟ ما تصدقهمش. انتوا طلعتوا اشطر من سما. سما صدقتهم. وتاني يوم جم كلهم يسلموا عليها وكانت فرحانه ان هما اتغيروا وقالوا لها يا سما احنا بنقدم لك هديه بسيطه تعبر عن حبنا ليكي. الهديه اهي. تصوروا سما تفتح الهديه تلاقي فيها ايه؟ رمش بس. لقيت فيها رملة. ليه حطوا لها الرملة بقى؟ عشان إيه؟ عشان يضحكوا عليها. عشان تعيط أكتر. الرملة لما تدخل في عينينا يحصل لنا إيه؟ نعيط. توجعنا، ولما عينينا توجعنا بيحصل إيه؟ نعيط. يعني كمان عايزينها تعيط زيادة عن العياط اللي هي بتعيطه طبيعي. شفتوا شر أكتر من كده؟ لا. طبعًا عينيها وجعتها، رجعت البيت وعينيها حمرة وعمالة تدمع تدمع. ماما ودتها للدكتور والدكتور قال لها إن عندها حساسية في عينيها ولازم ترتاح في البيت 4 أيام، يعني ما تروحش المدرسة وما تخرجش عشان الشمس ما تأذيش عينيها. فضلت سما قافلة على نفسها مش عايزة تكلم حد وما قالتش لمامتها إيه السبب اللي خلى عينيها توجعها كده. حصل إيه بقى؟ في الأربع أيام دول جه يوم عيد ميلاد سما. تفتكروا سما هتحتفل بعيد ميلادها؟ لا. لا. السنة دي هتحتفل بعيد ميلادها؟ لا. لا. فعلاً مامتها قالت لها أحلى حاجة بقى إن عيد ميلادك جه في الأيام اللي أنت واخدة فيها أجازة عشان نستعد ونجيب بقى كل حاجات عيد الميلاد وتعزمي أصحابك. مامتها ما تعرفش. سما قالت لها أنا مش هعمل عيد ميلادي السنة دي يا ماما. ليه يا سما؟ قالت لها عشان أنا تعبانة. قالت لها هتخفي وتبقي كويسة أدام بتاخدي الدواء اللي الدكتور قال عليه. برضو سما مش عايزة تعمل عيد ميلادها، بس سما متعودة كل سنة جدتها كانت تعمل لها هدية جميلة ويتقدمها لها في عيد ميلادها. وأجمل ما في الهدية إن جدتها اللي كانت بتعملها مرة تخيط لها فستان حلو،
مرة تعمل لها برنيطة جميلة كده من التريكو أو من الخيوط الصوف الحلوة، مرة تعمل لها شنطة، دايماً تعمل لها هدية هي تعملها بإيديها. سما قالت لازم أكتب لجدتي جواب أقولها فيه كل اللي حصل، لأنها ممكن تيجي عشان تحضر عيد الميلاد وتلاقيني مش عاملة عيد الميلاد. قالت سما لجدتها في الجواب كل اللي حصل من الأربع بنات، من أول البنت اللي شدت شعرها واللي حطت لها في الشنطة إيه؟ الحجر، واللي ادوها بعد كده الهدية إيه؟ الرملة. جدتها فعلاً قرت الجواب وقررت إنها تبعت لسما هدية مختلفة عن الهدية اللي بتعملها لها كل سنة. يوم عيد ميلاد سما الصبح لقيت فيه هدية جميلة جداً جايالها ومعاها جواب. فتحت سما العلبة ولقت جدتها جايبالها عقد جميل، بس عقد مش أي عقد، عقد فيه محارة اللي هي زي الصدفة ونازل منها لؤلؤة. لؤلؤة لؤلؤة. جدة سما قالت لها أنت عارفة العقد اللي أنا جبتهولك ده يا سما له حكاية عايزة أحكيها لك. العقد الجميل ده مش مجرد عقد وبس، العقد ده فيه المحارة اللي هي دي وفيه حبة اللؤلؤ. إزاي بقى اللؤلؤ ده بيتكون؟ المحارة اللي بتبقى في قاع البحر، عارفين البحر لما بننزل البحر بنلاقي تحت فيه إيه؟ رملة. المحارة دي لما بتخشها ذرات الرملة، يعني بتدخل فيها بعض حبات الرمل، بتفرز سائل. السائل ده بالظبط زي الدموع اللي بتنزل من عينينا، يفضل السائل ده يتجمع يتجمع وفي الآخر يكون لنا إيه؟ حبة اللولي اللي إحنا بنلبسها ونبقى فرحانين بيها. يعني الدموع مش دايماً حاجة وحشة، فأنا عايزاك يا سما ما تخجليش من دموعك، يعني ما تكسفيش من دموعك. وفي الآخر جدتها قالت لها بيقولوا عليكي سماء اللي بتمطر صيف شتاء، أنا عايزة أقولك إن أنتي سماء المشرقة صيف شتاء. قرت سماء الجواب والحقيقة حست إنها مرتاحة ولبست العقد. أول ما لبست العقد حست إن ودها قوة، حست إنها مبسوطة. تاني يوم راحت المدرسة لقيت المدرسة عاملة إعلان إنه هيعملوا يوم خيري. يعني إيه يوم خيري؟ يعني الولاد اللي في المدرسة البنات هيعملوا مشغولات هم بإيديهم أو لوحات، وهيعملوا معرض يبيعوا فيه الحاجات دي، والفلوس اللي هياخدوها هيتبرعوا بيها لمستشفيات الأطفال. عملت إيه سما تفتكروا؟ بعت العقد. لا، العقد ده هدية جدتها، وإحنا لما حد يجيب لنا هدية رسمت لها رسمت على إيه؟ مكتوبة. سما لما كانوا بيضايقوها ويحطوا لها طوب في الشنطة كانت مش بترميه، كانت بتحتفظ بيه. طلعت الطوب اللي في الشنطة وطلعت الألوان وقعدت ترسم أشكال حيوانات وطيور على الطوب. مش بس كده، أخدت كيس الرملة، إحنا عارفين ساعات بنشوف حاطين رمل في أزايز كده متلون، جابت أزازة فاضية وبدأت تحط الرمل وتلونه وتعمل بيه أشكال حلوة في الأزايز. ويوم المعرض الخيري عرضت سما الطوب الملون وعرضت الأزايز، وكل كان معجب بيها ويقولوا لها معقولة يا سما أنت اللي رسمتي الحاجات دي؟ قلت لهم آه أنا اللي رسمتها. كل المشغولات اللي سما عملتها اتباعت على طول وجابت أكتر فلوس في المعرض الحاجات اللي عملتها سما. المدرسة قررت إنها تحتفل بسما وتديها شهادة تقدير عشان هي ساهمت إنها تعالج الأطفال المرضى بالحاجات اللي هي عملتها. لما استلمت سما شهادة التقدير تفتكروا كان شعورها إيه بقى؟ فرحانة. وكمان ده ادها ايه بقى؟ قوة. ادها قوة، طلبت الكلمة وقالت ممكن اقول كلمة؟ مديرة المدرسة قالت لها اتفضلي يا سما قولي. قالت لها انا عايزة احكي على حاجة ما حكيتهاش ابدا. الاربع بنات عملوا ايه بقى؟ ها؟ استخبوا لانهم عرفوا ان سما هتقول كل حاجة كانوا بيعملوها. حكت سما كل حاجة حصلت لها من الاربع بنات، وقتها كل اللي في المدرسة كانوا طبعاً متضايقين منهم، والمديرة قررت إنها تعاقبهم. سما قالت من النهاردة أنا مش هسكت على أي حد يضايقني، وعايزة أقول لكل بنت طالبة في المدرسة لازم تواجه التنمر. إيه رأيكم بقى في القصة بتاعتنا النهاردة؟ حلوة. إيه أكتر حاجة عجبتنا في القصة؟ جدتها بعتت لها العقد. فكرة الهدية نفسها يا أولاد، الهدية ليها أشكال كتير، بس في هدايا بتأثر فينا أكتر.
يعني جدتها كان ممكن تعملها أي حاجة، لكن جدتها فكرت إزاي توصل لسما الرسالة اللي عايزة توصلها بحاجة بسيطة. يعني إيه الرسالة؟ إنها عايزة تقول لها إن الدموع مش حاجة وحشة دايماً، وإنه ممكن الحاجة اللي تقلمنا أو تضايقنا تبقى مصدر قوة لينا. دي الهدية، دي هدية ذكية، صح ولا غلط؟ صح. هدية خليتها تتعلم درس مهم وتتعلم كمان معلومة مهمة. إحنا كنا نعرف اللؤلؤ بيتكون إزاي؟ لا. حد فينا كان يعرف؟ لا. لكن انتوا دلوقتي عرفتوا، واصحابي اللي بيشوفوا رحلة سعيدة عرفوا ازاي اللؤلؤ بيتكون، وبعد كده المعلومة دي مش هينسوها، وكل ما هيشوفوا حبة لؤلؤ هيفتكروها، صح؟ صح. صح. انا بتمنى ان قصتنا اللؤلؤة في السماء النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم في حكاية جديدة من حكاية ماما سماح في برنامجنا رحلة سعيدة. جينا بقى لألعاب الترابيزة، وعندنا أول لعبة معانا النهاردة لعبة البالونة والكوباية. كل واحد عارف هيعمل إيه؟ هنشوف بقى مين هيدخل الكوباية بتاعته ويخرجها من الناحية التانية الأول. جاهزين؟ جاهزين. يلا كل واحد ياخد بالونته. ريدي ستادي جو. يا سلام، ننفخ جامد. المزرقة دي مش هتنفع يا سيدي أنا، والعنف برضو مش هينفع. استنى يلا بالراحة، وانتي جامد. يا سلام، طلعتي واعية. ماشي، انا هقعد انفخ كتير، ما انفخ مرة واحدة. ماشي، خطة برضه، خطة برضه، مش هتبقى يعني عملية قوي. الله، او هتبقى عملية، هنشوف مع بعض. لغاية دلوقتي اوف، لغاية دلوقتي احنا لسه في نفس البوكس وفي نفس الحتة كريتيكال جدا اللي بيحصل حالا ده. وطبعا دخلنا استنى دخلنا احنا الاثنين في نفس الوقت في البلوكة الثالثة. يا سيدي أنا، يا سيدي أنا، يا سيدي أنا. عدلي، ماشي، تعالي كده. مين بقى معاك كوباية مين؟ الله، هل هترجع تاني يا محمد؟ مش عارفين. الله، أنت بتساعديه. يا سيدي أنا من بعيد. ماشي يلا. لا ده بعيد قوي ده. الله الله على التمكن والدقة والتركيز يا محمد. هل محمد هيطلعها قبل لولو ولا لأ؟ هنشوف. يلا يا لولو، برافو يا لولو. احنا الاتنين في نفس الحتة، كل واحد وصل البلوك الأخير. مين هيطلعها من غير لما يزقها من بعيد يا محمد؟ أيوه من بعيد، برافو برافو. احنا في نفس الحتة بالظبط. مين هيبقى؟ لأ 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 لأ، شايفاك شايفاك والله. بلاش الحركات دي. لولو، لولو هي اللي كسبت الحقيقة يعني، لولو هي اللي كسبت أول لعبة معانا النهاردة. تعالوا نشوف مين هيعمل إيه في اللعبة اللي جاية على نفس الترابيزة. جينا بقى للعبة التانية، واللعبة التانية اللي معانا هي البازل. إحنا نشوف مين فيكم، إحنا إيه مسهلينها عليكم شوية، يعني عاملينها لكم وشايلين منها بيسز بس. هنشوف مين فيكم اللي هتكمل البازل أسرع. أنتوا قدامكم أهو الصور بتاعتكم، و دي القطع بتاعت كل واحدة فيكم اللي ناقصة. جاهزين أو جاهزات؟ جاهزين. يلا هيا بنا أيتها البنات ونقول ريدي ستيدي جو. يا سلام على اللي قاعدة إيه فاهمة هي بتعمل إيه. دي فاهمة أنت بتعملي إيه ولا جاية معاكي كده؟ بصي كده يعني إيه، حاولي تشوفي الصورة، في مثلا دي فين دي فين، المية دي ممكن تبقى فين. يعني هموت وأساعدكم، إيديا بتاكلني. زينة قاعدة ركزة فاهمة هي بتعمل ايه. أنا عارفة. ماشي. الله يا جينيسيس، شوفوا قاعدة بقى ايه، ابتدت تركز وتكون، واحنا الاتنين تقريبا في نفس الحتة. يا جينيسيس هتعرفي لوحدك، بروف تعرفي لوحدك. ازاي؟ ايوه لا مش كده، يبقى ازاي بالظبط كده. ازاي؟ نزليها تحت اهي، ما في ميسنج بارت. زينة قربت تخلص. لا يا زنزون، لا تفتكري دي فين دي مثلا؟ اه تصدقي
صدقي على القروبة شطورة. زنزونة فاضل لها 3 pieces وجينيسيس فاضل لها 6. يلا يلا يا زند يلا يا جينيسيس برافو. بقوا 5 وهنا بقوا 2 بقوا 2. يا للهول. هنكمل اه فاضل بيس واحدة. فاضل بيس واحدة هنا. ده شكلها تعملها يا جماعة شكلها تعملها وانا اللي فاكراكي صغننة. طلعتي صغننة وعارفة كل حاجة. زنزونة هي اللي خلصت الأول برافو. وجينيسيس برضو والله كان فاضل لها حبة قليلين جدا جدا جدا. بنات شاطرين حلوين أمارات وبرافو جدا جدا جدا. تعالوا نشوف اللعبة اللي بعدها. جاهزين؟ جاهزين. يلا جاهزة؟ اه. دلوقتي بقى ما عدا الاكس او والفريقين كاملين هيلعبوا. كل واحد اختار مكانه ومهمته. انتوا هتحطوا الاكس او الاو لو جت الازازه وقفت وانتوا هتحاولوا توقفوا الازايز. جاهزين؟ جاهزين. يلا اعطوني ابتدي فريق محمد. وايه ده وقفت حطي يلا. ما وقفتش يلا. على طول بقى. مفيش. ايه وقفت تاني حطي اكس. يا نهار ابيض لازم تجيبيها. لازم. لازم تجيبيها بسرعة وإلا هنخسر كلنا. ماشي ماشي يلا 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 هتيجي إن شاء الله هتيجي. مفيش ما جاتش حقيقة. اعملي لها أي حاجة. يلا يلا. أنت لو جبتها مرة هتكسبه وأنت قاعدة إيه واثقة من الفوز. طبعاً هتحطيها هنا عشان طبعاً يبقى الفريق الأصفر هو اللي كسب بسهولة رهيبة جداً جداً جداً. برافو برافو برافو. ويلا بينا نروح على آخر لعبة ترابيزة مع بعض. جينا لآخر لعبة معانا النهاردة وهي لعبة قطع النفس الحقيقة. يعني عارفين كل واحد هيعمل إيه؟ هياخد البالونة وياخد الكوبايات ويحط الكوبايات ونشوف مين أسرع واحد هيلم الكوبايات بالبالونة. جاهزين؟ جاهزين. يلا أستاذ محمد يلا أستاذ جينيسيس كل واحد ياخد بالونته ويبتدي على طول. ريدي ستدي جو. من غير لا ما نمسكش البال. أيوه ما نمسكش بإيدينا. أيوه برو جينيسيس ماشي عدليها. الله 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 برافو. اللي بقى إيه؟ أيوه ماشي نمسك البالونة بس ما نمسكش الكوباية. والنبي شاطرة وإيه؟ أيوة انفخيها جوه. برافو محمد. برافو يا محمد. والله شطارة حلاوة طعامة لذاذة. بنفس الحتة. أسرع بقى أسرع عشان نشوف مين اللي أسرع فيكو. أسرع. الفريق الأحمر ولا الفريق لا 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 الفريق الأحمر والفريق الأصفر. الفريق الأحمر والفريق الأصفر. إحنا في نفس الليفل بالظبط. في نفس الليفل. في نفس الليفل. هل يا ترى يا هل ترى محمد هو اللي هيكسب النهاردة ولا جينيسيس؟ يا ترى هنختم الفوز النهارده مع الفريق الاحمر ولا الفريق الاصفر؟ مش عارفين لانهم في نفس المستوى تقريبا. بس محمد بيتخطى بكوبايه واحده. بكوبايه واحده محمد بيمسك البالونه بايده. تكنيك برده سهل وظريف. البالونه بس يا محمد شيل الصباع ده. ايوه شايفاك انا مركزه انا بقى. ايوه ايوه برافو ماشي. ايوه جينيسيس ايه مش ممكن التركيز. برافو بسرعه يا جينيسيس بسرعه يا جينيسيس. اه معلش يلا معلش يلا. طول ده بقى ده طول بقى دي مشاكل طول. فاضل كوبايتين عند محمد. فاضل كوبايتين عند محمد وثلاث كوبايات عند جينيسيس. بقت كوبايه عند محمد وثلاث كوبايات عند جينيسيس. كوبايه عند محمد وقد فاز محمد وكسب محمد في اللعبه دي. شطاره حلاوه طعامك. وبكده تبقى خلصت حلقتنا النهارده. الجزء الاول خلص بس لسه في جزء تاني. استنونا في الجزء التاني عشان عندنا لسه لعب ومفاجآت وتحديات تانيه. باي باي.